اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الاولاد بياكلوا شاورما بره، ماما عايزه شاورما من بره، بابي وانت جاي جيب لي معاك شاورما من بره. انا هعلمك النهارده تعملي شاورما الدجاج زي ما بتاكلها بره بالظبط. الخيار المخلل في قلبيها، البطاطس المقليه، الشاورما معموله على اصولها بالحبهان والتوابل، وسندوتش شاورما واخد البصمه. ايه هي البصمه؟ الاولاد بيحبوا الخطوط والتفاصيل بتاعه السندوتش بعد ما بيتعمل، اخواننا المتخصصين يعني بيحطوه كده ويبقى واخد بصمه حلوه وواخد من الدهون بتاعه الشاورما. تفاصيل كده في عمل الشاورما هنشوفها مع بعض، نعملها زي سندوتشات بطريقه سهله وبسيطه. معايا سلطه مشهوره جدا في بعض المطاعم اسمها الروس سلاط او سلطه الخضار بالمايونيز. احنا مالناش دعوه بالمسمى العلمي بتاعها، انا يهمني القيمه الغذائيه. سلطه الخضار المشكل بالمايونيز فيها بروتين حيواني، فيها نشويات، كربوهيدرات بسله للسيدات الحوامل، يعني مهما اتكلم عنها كلها على بعضها كده نستفيد منها. هنعملها النهارده بتركايه لطيفه وجميله، نشوف نعملها ازاي تبقى تاكلها احسن من اللي موجوده بره. معانا كمان بامانه علشان جو الحر والصيف احنا لنا موعد مع الايس كريم. الايس كريم احنا اتفقنا مع بعض ممكن نعمل كل انواع الفواكه ايس كريم. عملنا البطيخ وعملنا الكنتالوب، مطلوب مني على السوشيال ميديا اعمل ايس كريم الكيوي بالنعناع. حلو، عجبني انا بقى الكيوي، فيه مزازه وفيه حامض شويه، انا مش بحب اكله، لازم احط عليه عسل. لما اكله ايس كريم بالنعناع اكيد فيه تفاصيل. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي نعمل ايس كريم بكل انواع الفواكه اللي موجوده عندنا في ايام الصيف وايام الحر، وسندوتش شاورما لطيف وجميل ولادك هيحبوا ياكلوه دايما من ايدك يا مامي احسن مليون مره من بتاع بره. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ايه قصة عمل سندوتش شاورما بتفاصيله. احنا عندنا كده يعني هوجة في البيت، والكلام ده في كل بيوتنا، يعني ماما عايز شاورما من بره. يا ابن الناس، يا حبيبي، يا حبيب قلبي، ماما ايه الفرق بين سندوتش شاورما اللي بره واللي انا بعمله لك؟ هو عايزه من بره. ليه؟ بيبقى ليه تفاصيل بصراحة، يعني ملفوف في ورقة بعد ما خلصت وعلى اسم المحل وحاجات كده بتلفت النظر. انا دوري ان انا اعمل لك الشاورما النهارده ومقاديرها على الشاشة. معانا وراك الفراخ، ركزي في الكلام، مش صدور. بص بقى الموضوع هنا بقى من بدأنا القصة، الجواب باين من عنوانه. وراك الفراخ مخلية، مفيش صدور، ما انت عايزة طعم بره. ومعانا خيار مخلل، ومعانا توم، ومعانا زبادي، ومعانا شوية البهارات من الخل والحبان والفلفل وطبعا عصرة ليمون. تعالوا شوفوا نعملها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. حلو الكلام؟ انا بدأت الحدوتة بإيه؟ بان الشاورما افخاد الفراخ دول على اصولها. صدر الفراخ ما بحبوش في الشاورما، بيبقى صعب المضغ، ملوش طعم. حلو الكلام؟ يعني يا شيف مغازل ما اجي اعمل شاورما اعمل الافخاد اطيب بكتير واحسن. خلي بالك حتى شيش طاووق لما تيجي تعمليه بتعملي الافخاد تبقى احلى واحسن بكتير. جيبوا لي مناديل يا شباب بعد اذنكم. هناخد الافخاد دي كده بعد ما بتدخلي بالشكل دي كده. انا احبها قوي في شيش طاووق، واحبها مشويه كده بزيت وليمون، يا ويلي، وزبده كده في الاخر، حكايه. دي الافخاد، سكينه حاميه، شوف بقى سكينه حاميه ونقطعها بقى ايه. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. تتقطع الفراخ اهو، ده مخلي جاهز اهوت. اتجاه التقطيع مش كده، ده بعد ما تستوي هتلاقيها اتقطعت معاك وبقت بسله. لا التقطيع كده التقطيع دي مطلوب. شفتي؟ باولها الشكل ده كده. الشكل ده كده نفس القصه. ده مهم جدا، تقطيعة الفراخ للشاورما مهم، لان انا مش هعملها على سيخ شاورما، ده انا هعملها في طاسه وهتستوي في الطاسه. ولازم الطاسه اللي تساوي فيها الشاورما تبقى جيده الصنع. يعني ايه يا شيف؟ يعني اعملها مخصوص؟ لا لا لا، لما بقول جيده الصنع بدون مسميات يعني تجيب المعدن يكون سميك. لما يكون المعدن سميك وزهر
بيحتفظ بدرجة الحرارة بتاعة النار اللي بتشتغل بيها سواء غاز أو كهرباء، فده بيساعد على تسوية الأكل دون، خدي تحت كلمة دون دي خط بناء للصين، دون أن نفقد جزء كبير من السوائل بتاعتها. يا سلام عليك يا شيف، إيه ده؟ ده إنجليزي يا مرسي؟ آه، يعني الفراخ فيها سائل، فيها جوسي، ما ينفعش أسوي حتة برجر وبعد ما تستوي لها سفنجة ما فيهاش طعم، فلازم المعدن لما يكون ظاهر وسميك ده اللحمة تستوي بطريقة حلوة ولطيفة. هنعمل دلوقتي المرينيه بتاع تتبيلة الشاورما. ألف باء، المرينيه بتاع تتبيلة الشاورما. واحنا مع بعض كده اهو. زبادي. فين الزبادي؟ ده زبادي. حلو؟ ده زبادي. هنحط على الزبادي ده توم. حلو قوي. زبادي وتوم وعصير ليمون. حلو قوي. وخل. واختاري نوعيه خل جيده يا امي، لان الخل ممكن يبوظ لك الاكله كلها، الخل في السوق بالذات. طب اعرفه ازاي يا مغازي؟ ما تجيبيش الخل اللي ريحته قويه جدا، خلي بالك هيكرهك في الاكل. فلفل اسود، شويه كركم، الملح بتاعنا، حبهان ناعم، لازم حبهان ناعم، وشويه قرنفل. يا ويلي، حبهان ناعم وشويه قرنفل. قرنفل قرنفل مضروب في الخلاط، وشويه بهارات كده، بابريكا، شويه كركم. دي التوابل بتاعت الشاورما اللي على الاصل. هي بتروح عند العطار تقول له توابل شاورما، مش بحب الجو ده، انت اعملها من ايدك انت. وزيت. حلو الكلام. وزيت، زيت في الشاورما. احنا مش بنعمل بانيه، انا دايما بقول قاعده عريضه، اي بانيه بتعمليه اوعى تحطي ماده دهنيه. بانيه يعني يتقلي في الزيت بعد ما ياخد بقسماط التوبنج بتاعه، اما الشاورما بتاخد زيت عادي. هناخد الخليط ده كله مع بعضه ونقلبه. شفت اللون الحلو ده كده؟ نقف محطه هنا. لو هتعملي شاورما لحمه حطي قرفه ناعمه، شاورما فراخ حطي كاري او كركم. تاني المعلومه دي، لو هتعملي شاورما لحمه حطي قرفه ناعمه، لان القرفه بتشيل الزفاره بتاعه اللحم والريحه بتاعتها اللي مش بنحبها في وسط الشاورما. لو هتعملي شاورما فراخ انا حطيت كركم وكاري. ده المرينيه بتاع تتبيله الشاورما. هناخد الفراخ دي كده. المفروض ان بعد ما نتبل الفراخ تقعد في التلاجه ساعتين زمن. تقعد في التلاجه ساعتين زمن، ده المفروض عشان نبقى عارفين قواعد العمل بتاعتنا. تقعد في التلاجه ساعتين زمن، يعني ما نتبلهاش وكده على طول. بس في طريقه تانية الشيف المغازي هيعلمك اياها، او نتعلمها مع بعض، ان ازاي اخلي الشاورما تشرب التتبيله دي. هي دي الشطاره. طاسه شديده الحراره على النار. اخبارك يا طاسه ايه؟ هو ده. حلو الكلام. هعلمك انا بقى ان الشاورما تاخد الطعم بتاع التتبيله. هتعمل ايه يعني يا مغازي؟ هو ده الكلام. هنحط الشاورما تتحمر، ومن وقت للتاني كل ما تعطش عطشان يا سمراني اسقيها من المرينيه اللي انا متبل فيه. طبعا اللي بيعملها على السيخ ما بيعملش كده، هو بيشكها في السيخ وبيسيبها تستوي على هبو النار، انما انت بتعملها في طاسه فالموضوع يختلف، فانت عايزه تعمليها وما عندكيش وقت. الله، ناخدها كده نصفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس القصه. تفاصيل عمل سندوتشات شاورما احسن من بتاعه بره. انا مش هقول زي بتاعه بره، احسن من بتاعه ولادك اللي بياكلوها بره. نعم، لا اعملها لك في عيش زي نفسه بتاع اخواننا السوريين. انا عارف انك بتحب تاكل انت السندوتشات بره. ماشي يا عم مصطفى. عايزها في عيش فينو؟ ما تبقاش شاورما، ده سندوتش فراخ بقى. في سندوتش عيش فينو شاورما يعني، بس انا مش بحبه، بحبها في العيش ده. ده العيش بتاع الشاورما. حاضر. انت يعني بس اللي فاكر. ده العيش بتاع الشاورما. ده الخبز ده له مسميات كتيرة. في دول الشام يسموه خبز ايه؟
مرجوج او خبز صاج. في السعوديه يسموه خبز بر لانه معمول بديل البر اللي هو الديل الاسمر. في الاردن يسموه خبز الشراك. ده بتاع سندوتشات الشاورما والطعميه اللي احنا بنشوفها موجوده بره. حلو الكلام، هنشتغل مع بعض. نجهز الخيار المخلل. انا بيعجبني الخيار المخلل جوه الساندوتش، ويعجبني المايونيز جوه الساندوتش، ويعجبني البطاطا المقليه جوه الساندوتش. جيبوا لي بطاطا. البطاطا البطاطا يا عيني يا البطاطا، روح رجع البطاطا وهات لي شوكولاتة. الخيار قطع ايه؟ لا 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 يا راجل، دي تعدينا برضو. لا انت ابن حلال طبعا، لا السكينة ولا البلانش. طعنا عليهم فراخ، فعشان نقطع عليهم بقى خضار خالص. سكينة جديدة وبلانشة جديدة. خلي بالك دي من الأخطاء الشائعة، سكينة جديدة وبلانشة جديدة. هناخد الخيار ده كده، تقطع بشكل طولي. المرينيتي تتنا تحطه هنا. ايه ده، معايا مخرج خواجة. ايه ده هو ده. شفت بقى ازاي؟ هو ده، كل ما تشرب كل ما تعطش نسقيها. هذا الخيار. انا احب بقى الخيار بتفاصيله متقطع رفيع او في قلب الساندوتش. يعني في حاجات كده يا اخوانا لازم ان احنا نشوف قواعدها. يعني ما الاقيش الساندوتش الشاورما فيه حته خياره تخينه، فجاه تلاقي حاجه كده زلطه تحت اسناني. الخياره بقى تيجي مع الطراوه بتاعه الشاورما لا لازم الخيار تقطع كده بالشكل ده كده. ده الشغل بقى اللي على الاصول. والبطاطس تبقى متقطعه رفيعه. المزمبلاز بتاع سندوتش الشاورما اصعب من تسويته، تسويه الفراخ نفسها. اللي هو الخيار، البطاطس. ودي كمان. زي ما انا شغال كده دول كفايه. حلو معانا برضو طماطميه حلوه. انا بحب طماطم في قلب الشاورما. طالما هنحط طماطم بنشيل قلبها عشان باش الساندوتش مصيص. شوف الحاجات دي بتفرق بقى. بطاطس، طماطم، خيار مخلل، كتر المايونيز يا حاج حبيبي، ربنا يكرمك. ده طماطم اهيت، قطع كده برضو بشكل طولي. ده مهم. حلو، هذا الخيار وده الطماطم كده زي الفل. شيل دول مش عايزهم. فل تمام. عندي كمان ايه؟ نعمين. حلو، عايزين نقطع البطاطس بقى نحطها في قلب الايه، الزيت تتحمر شويه. تاني شربها تاني كده. بص اهي 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 اهي، واحنا مع بعض تقوم تشرب الشاورما المارينيتد بتاع الايه؟ التتبيله. حلو قوي. بطاطس يعني اهي. تسلم ايدك يا عم الشيف. انا سندوتش الشاورما لو ما فيهوش بطاطس ما باكلوش، خلي بالك. كده البطاطس في النار، الشاورما بتاعتنا بتتحمر. عينيا الشاورما بتتحمر، شوف اخبارها ايه. طبعا نعمل ايه بقى بعد التقليبه الحلوه دي كده يا عم الشيف؟ ندخلها الفرن زي ما هي كده عشان تاخد الايه؟ التحميره بتاعت الشاورما. ده الطبيعي. زي ما هي كده. يلا سخنه، خلي بالك يا عم الشيف، درجه حراره الفرن عندي 180. نرفع الشبكه فوق، اخر خطوه في الفرن. مطلوب من الفرن هنا يديني اللون بتاعها زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. بص على الشاورما. اوبا
ونسيبها في الفرن. اهي بصوا على الشاورما، ايه الحلاوه دي؟ ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لاولادنا واحبابنا ومستقبلنا، عايزين نعمل لهم سندوتش شاورما بتفاصيله الصغيره. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. التأكيد الشاورما في قلب الفرن، نبص عليها تاني كده. معلش وحشتني، انا مستقبلي بين ايديك يا شاورما. سيبها تتحمص تاخد وش من فوق، خلي بالك. وانا عايز شويه البهريز، ركزي بقى التفاصيل دي بقى، شويه البهريز بتوع الشاورما دولت اللي انا هغرق واسقس سندوتش الشاورما واحمره عشان ياكله احلى من بتاع بره. تاني يبقى بدايه في نوعيه الفراخ اللي قطعناها شاورما، المرينيه اللي تبلنا فيه، الاساسه بتاعه السندوتش بعد ما نلفه بوجود البطاطس وفي النار والخيار. السلطه بتاعت اللي بعملها دلوقتي سلطه الخضار المشكل بالمايونيز، مقاديرها على الشاشه. سلطه الخضار المشكل بالمايونيز، تفاصيلها يا عم الشيف: خيار سوري جزر مسلوق، بطاطس مسلوقه، بسله مسلوقه، بيض مسلوق، وبقدونس. حلو الكلام. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي، نعمل السلطه الحلوه دي مع بعض ازاي. ده مطلوب. الاولاد يحبوا ياكلوها بره. بطاطس، اوبا، بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطس مسلوقه بالقشره بتاعتها، وبعد ما اتسلقت يا عم الشيف سبناها لما تبرد وقشرناها. جزر مسلوق، بطاطس مسلوقه، جزر مسلوق، طول ورايا، بسله برضو مسلوقه. الخضار ده عشان يبقى بلونه الطبيعي ده كده، الطبيعي ان احنا نعمل فيه يا عم الشيف، ونحط شويه ملح مع الماء المغلي علشان يبقى الخضار واخد لونه. حلو الكلام. ونحط شويه مايونيز، ممكن على فكره نعملها بالزبادي اذا انت حابه يعني. ادي مايونيز برضو، معلقه زبادي، تدعميها بقى ببصلايه ناعمه، فص توم ناعم، الله، سنه شبت صغيره طالما حطينا توم، شويه الفلفل الحلوين ده مهم جدا، فلفل اسود. تعال نغرف الطبق ده كده شياكه. السلطه شكلها لطيف وحلو، كل حاجة فيها تبقى طرية كده. كبار السن اللي هم الخير والبركة عايزين نغذيهم، مش لازم يقعدوا بقى على ورك الفرخة والحت، لا خالص، كده فيها كل حاجة. السلطة دي هتاخد بيض مسلوق دلوقتي واحنا بنغرفها في طبق حلو زي ده كده، ده مهم جدا على فكرة. تعالى يا عم الطبق، خلي بالك ميزة السلطة ديت بيبقى شكلها حلو قوي على فكرة. اللهم صل على النبي. هي شكلها أصلا يفتح النفس. الألوان البرتقاني مع الأبيض. إيه الحلاوة؟ تسلم إيدك، أعمل لك اتنين شاورما. مايونيز زيادة؟ حاضر. هجيب لك مستردة، اتربي بره، عايز مستردة. ما هو بقى اللي بياكلوا شاورما عليها مستردة دي، اعرفوا ان هو واكل الشاورما دي بره، بره يحط عليها مستردة. حلو الكلام؟ زي الفل. اللهم صل على النبي. ناخد الايه؟ البيض ده. ده بيض مسلوق. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم التقطيع دي كده. سلطة لوحة فنية واحنا بنعملها. شفت الجو ده كده؟ الأولاد يحبوا الحاجات دي على فكرة. يمكن البيض المسلوق ده مش بناكله، بس مع السلطة دي يتاكل، بيبقى له طعم تاني. يقابلها بقى بطاطس مسلوقة، يقابلها جزراية، شوية بسلة حلوين كده، تبقى لطيفة. أسيب البيض كده؟ لا طبعا. أنت بتهزر؟ لا أكيد أنت بتهزر. إيه اللي هتحطه على البيض ده بقى؟ ده سماق. شفت الجو ده؟ هو ده التاتش.
بتوع المدارس. الصالة دي خلاص كده خالص لوحة فنية نقدمها بألف هنا وشفا فين مكانها زي ما انت عايز. كنترول دي لازم تتصور ونزفها الأول. ده كلام. دي السلطة معانا اهي زي الفل ألف هنا وشفا. طيب معانا آيس كريم. آيس كريم في كليم جليم دي حتة من اسكندرية صح؟ أساسي طبعا حبايبي. آيس كريم هنشوف نعمله مع بعض ازاي الكيوي بطريقة بسيطة وسهلة. مقاديره على الشاشة. بتشيل التوم والبصل. المقادير على الشاشة للآيس كريم بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. أول حاجة بجيب الخلاط بتاعي. أي نوع فاكهة أنت حباه أساسيات الآيس كريم. الكريم شانتي معانا ده أساسي معانا. والحليب المركز. عندك الحاجتين دولت غير عليهم النوع الفاكهة اللي أنت حباه. عشان بس نلخص موضوع الآيس كريم. هتقولي لي يا شيف مغازم ازاي بتاع بره؟ بتاع بره ده بيبقى مكن وبياخد مواد حافظة وبياخد تبريد عالي. يعني بيبقى برضو شكلا وكل حاجة بس الطعم في إيدك أنت على فكرة. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. في قلب الخلاط بتاعنا الجميل ده كده. طبعا مهم جدا وانت بتشتغلي في الايس كريم والحلويات تكون مغيره كل حاجه، حتى الجلافز، حتى السكينه، كل حاجه عشان ما يكرفش منك. تعالوا مع بعض نعمل الايس كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فين معلقه الايس كريم؟ اهي. ننزل بالكريم شانتي. الله. ده يعني اللي هو في الاخر عامل زي الايس كريم فانيليا. كريم شانتيه لازم ياخد ايه؟ ايس كريم فانيليا وياخد فانيليا، طعم الفانيليا. ننزل الكيوي. يا سلام لما تاكل ايس كريم كيوي كده وتلاقي فيه قطع زي طالع ايس كريم نوع جديد بلوبري. الواحد بياكله كده شايف فيه طعم البلوبري وقطع بلوبري صغيره. حلو الكلام. عصره ليمون. هلا حاجه بقى هنا، عصره الليمون مع الكيوي حكايه بقى هنا. ونيجي للحليب المركز. اهم حاجه هنا الكريم شانتيه يكون مجمد. حلو. ونخلط ده كله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة خالص دون إصابات. طلع الآيس كريم. بقيتوا شطار في عمايله. أي نوع أنت حابه من الآيس كريم، كريم شانتيه، حليب مركز. كريم شانتيه اللي تعمليه بتجيبيه باودر، تعمليه بحليب مسلك، تحط عليه شوية حليب باودر، تحط عليه سكر باودر شوية يديك القوام المتين، تحط له شوية فانيليا. وجو الحر اللي احنا عارفينه. بس خلاص. تسلم ايدك يا شيف. احنا مش هنخبط على دي. كسر. شفت الايس كريم؟ حطيه في الفريزر شويه. زعلان؟ ما تزعليش يا اختي. انت هتتخانقي معايا ولا ايه؟ بيبقى مجمد عن... والله لو سبتيه بره في الجو الحر ده خمس دقايق بالظبط على ما تقفلي باب العربيه هيبقى بشكل الشكل ده كده. حطيه في الفريزر شويه. مش تخسر حاجه. وقولي تسلم ايدك يا شيف. مش لا لا ما احبوش كده. لا مش لا يا فندم. انت حطيه في الفريزر شويه يبقى معاك زي الفل. نعم يا فندم. حاضر. نقفل الايس كريم. هنحطه في البوله الكبيره دي. ما تجيبولي كاسات الايس كريم. طب نتاخد بعدين ونطلع فاصل نكون جبنا الكاسات ونوزع الجيران والحبايب والقرايب وابن عازم صحابه. مامي عامله النهارده ايس كريم كيو بالليمون حكايه. مامتك تعمل لي زيه. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كاساتك كاساتك حبايبنا. ايه المشكله؟ جبران الخاطر اللي بيجبر الخاطر ربنا بيجبر بخاطره والله العظيم. انت خبطت على جارتك دلوقتي كده؟ طبعا لسه بدري على لحمه العيد، يعني افتكر في لحمه عيد؟ لا. صباح الخير يا حاجه. بفتح التلفزيون النهارده الساعه 1 لقيت الشيف المغازي جاب يخت الكيوي وحط عليه عصره ليمون وعملوا ايس كريم. الكيوي ده لما باجي اكله بلاقيه حامض كاني باكل ليمون مخلل. تحكي والله العظيم انا ما احبوش ابدا. الاولاد عشان ياكلوا له بيحطوا لي عليه عسل، فبحس ان انا باكل عسل مش كيوي. لا كليه ايس كريم كده وفي طعم الكيوي اهو. ممكن تحط بقى شويه صوص فراوله، شويه مكسرات، حط فستق، ربنا يزيدك يعني. ايس كريم كيوي حلوه. الجرنش بتاعنا هنا احنا عاملينه بايه؟ بالنعناع، سوري، بالكيوي والليمون. التاتش ده مهم جدا على فكره. يا ويلي يا ويلي على التاتش بتاعك، هو ده الف هنا وشفا، الف هنا وشفا، ده الايس كريم. تعال شوفوا ازاي نلف بقى. انا سايب الشاورما للاخر علشان انا عايز اتكيف منها بصراحه، وكل سندوتش شاورما حكايه. شفت انا مقطع بطاطس وجايب خيار مخلل وطماطم ومايونيز والعيش والطاسه اللي هحمر فيها، ونشوف نعمل ازاي سندوتشات شاورما مع بعض لغايه لما مخرجنا ينزل الستاره. انا هتنى الف شاورما لغايه لما تقول لك وقتك خلص. بس لو ما اديتنيش وقت الف خمس ست رغفه هحرمك منها. العيش الصاج عندنا، وعندنا الطاسه على الجريله بتسخن، وعندي الجوس بتاع الشاورما او البهريز او البيون او اللي هو الاساسه بتاعتها دي، مهمه جدا على فكره. الطاسه بتاع الشاورما يعمل لك ايه بقى؟ يلف اللقمه بعد ما يلفها. بص ازاي يا شفيق، بعد ما يلفها يحطها في الصينيه اللي فيها الدهون نازله، ويجي عاملها كده ويخبطها في السيخ. هي الحركه دي انت عشان تعملها تكلفك ملايين، لازم سيخ شاورما وقصه وحكايه. انا خليك تعملها في قلب البوتاجاز. ادي رغيف الشاورما، رغيف العيش اهو، حلو، شويه البطاطس. نعم حاضر يا فندم، قول لي زود البطاطس. تعمل زي دي طماطم، شويه بقدونس، فراخ. وادي الشاورما يا ويلي. شفت الجو ده كده؟ ازود انا. حاضر، لسه ما خلصتش. عندنا المايونيز او التوميه. التوميه ايه الفرق بين التوميه والمايونيز؟ التوميه مايونيز مخلوط بتوم ناعم، بعض المطاعم الله يسامحهم يحط عليه توم باودر، تعمل المهلبيه الكدابه حليب ونشا ويقول لك دي توميه، الله يسامحها. ملناش دعوه. حلوه اهو الطاسه بتاعتنا، اخبارها ايه؟ فله، شمعه منوره اهي، شويه البهريز الحلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. ينزلوا هنا كده في قلب الطاسه، بناخد الرغيف بتاعنا ده كده. شفت الجو ده كده؟ يلا يا عم الشيف، واحد تاني مع بعض. سندوتشات شاورما، نقوم نعمل حركه حلوه بقى ممكن تقع فيها تعمل لك مشكله. ناخد نص الرغيف ده كده او اللقمه دي كده، وبنعمل ايه يا عم الشيف؟ ونحطها هنا كده. الله عليك، بندي عزم للسندوتش، بنسنده بحته لقمه، خيار مخلل، طماطم، المره ده هحط المايونيز او التوميه، ناخد الشاورما. الله، الف هنا وشفا. نعم طبعا احنا على الشاشه. يقول لي بفتح السندوتش الشاورما بليش فيه كميه الفراخ ديت. انا مش ببيع هنا، انا يعني بعمل رساله بوصلها لكل ام بتتابعني دلوقتي. حط ده هنا. حط لك تقال عليه. ايه التقال ده يا عم الشيف؟ يعني بيبقى فيه حاجات استانلس كده جايبينها
انا برضو مش هحرمك من الحاجه دي واعمل لك الحركه دي كده. بص 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 بصي اهو، الله عليك يا عم الشيف. بص بص بصي هتعمل ايه يا عم الشيف؟ صلي على الحبيب قلبك كتير. اهو اهو لازم تفكري. ها ميه تقاله بس خلاص، حلو كده. ما واحنا واقفين مع بعض بنسلم. نعمل كمان واحد معانا، واحد كمان. الله يخليكي تعملي اللي نفسك فيه وتقفي في المطبخ. انت عشان تشتري التقال اللي بيستوي خش على الشاورما ده، انزلي اشتري من وسط البلد، والله العظيم يا عم 600 جنيه مش عارف ايه، حته استلس كده لا ايد 600 جنيه. ايه يا ابو الازاز فيها شويه ميه؟ نعم ست الكل. حاضر يا فندم. حلو الكلام؟ طيب اه زي الفل. ادي اخر واحد. العيش كده تمام، وادي المايونيز في البدايه، وادي البطاطس، وادي الشاورما، السندوتش الصغير ده بتاعي. اه اخر واحد عشان وقتنا خلص، الناس دي هتضربني في الاخر. ما ادريش فرصتي انا اعمل ايه، انا عايز 10 ساعات اقف اطبخ. اه معانا خيار، معانا طماطم. لا اديك حته بقى، اديك حته بقى، تدعي لي تدعي لي بجد. الشغل السوري بقى، الشغل السوري يعمل لك ايه بقى لما يحب يجود؟ شفت الحلو ده؟ هو ده. على ايه بقى يا شيف؟ حته فجلايه خضراء، الفجل الاحمر ده. اه ده نعناع. اه بس في قلب السندوتش، تلاقي السندوتش كده فيه يعني مكانه تانيه وطعم تاني. اهو اهو اهو، ويتلف كده وياخد البهريز ده كده كده. اه ويتحط هنا. الله آه. شفت دي؟ دي التغميسه بتاعته هنا. يلا زي الفل، نشيل دي من هنا. خلصنا خلاص حلقتنا كده زي الفل. روق الدنيا عشان نشوف الشاورما هنغرفها ازاي مع بعض. تقدمها معانا شويه بطاطس حلوين، الاولاد بيحبوا البطاطس مع الشاورما، شويه البخير المخلي اللي جنبيها، ممكن تحط شويه مايونيز للي عايز يزود. ألف هنا وشفا، دي التقديمة برضو. بعض المطاعم بتعمل كده. شيت البقدونس الحلوين، ونشيل كل ده من هنا عشان نعمل طبق حلو مخرجنا يعرف يصوره. أخبار الشاورما إيه؟ أهي يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أه لف محلات مصر بقى دور عليه ده. أهو أدي واحد، وأدي التاني، وادي الثالث. خليه يتحمر شويه، يتحمر شويه، كفايه علينا. حلقتنا النهارده طريقه بسيطه وسهله، قدرت اعمل سندوتشات شاورما الاولاد بيحبوا ياكلوها من ايدك، انت عملتها لهم في البيت بالتكنيك الحلو ده كده، مع البطاطس ومع الخيار. تفاصيل سلطه الخضار بالمايونيز لطيفه وجميله كمان للاولاد يحبوها. واللي عجبني قوي الايس كريم الكيو اللطيف اللي انا مش بحبه بس احب دايما اكله مع فروت سلطة او مع ايس كريم. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.